دور الدواوين في السابق ولا زال، إذ كانت الدواوين هي مركز إشعاع ثقافي منذ القدم، وكانت أيضا مكان للتداول واتخاذ المواقف السياسية ما بين الحاكم والمحكوم. وأيضا كانت الدواوين هي ملتقى لتبادل النشاطات التجارية والاقتصادية، وأيضا كانت إشعاع أو مركز إشعاع ثقافي. إلى أن تطور المجتمع الكويتي حالة كأي مجتمعات أخرى، وتم هناك التجمعات، الجمعيات والاتحادات والأندية الثقافية والسياسية إلى أن امتد إلى عصرنا الحالي. وكانت طبعا هذه المنتديات أو الجمعيات هي من العوامل الرئيسية في تكوين الرأي أو توجيه المجتمع لقضية معينة، إلى أن جاء الدستور وانولد كيان مجلس الأمة. وبالتالي مجلس الأمة دائما يغذى من خلال ما يطفو على الشارع وما يهم المجتمعات والناس من آراء ومن قضايا. والحقيقة فكرة الإخوان حركة الرأي الوطني هي فكرة إن شاء الله مباركة، ونؤيدها، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لها النجاح وأن تكون رأي عام مستنير. والحقيقة عندما نتكلم عن رأي عام مستنير، أعتقد أن قبل يومين كان هناك خطاب لصاحب السمو الأمير، وأعتقد برأيي أنه كان وضع خطوط رئيسية للعمل في السنوات القادمة. لذلك أتمنى أن يكون الرأي العام الذي ينشدونه الإخوان هو أن لا يكون أن يكون اتساقا مع ما دار في هذا الخطاب، وهو الحقيقة باختصار ارتكز على ثلاث نقاط رئيسية. أولا، يجب أن يكون حراك أو النشاط القادم هو بعيد كل البعد عن الكراهية وعن الفتن وعن التشكيك في النوايا. وأيضا الخطاب طلب أن يكون هناك مشاركة إيجابية من الناس، حتى لا نحاول أن نلقي اللوم على نتائج مجلس الأمة عندما يكون هناك مشاركة أو سلبية من قبل أغلب الناس.